أوكي طلاب، هسه نكمل محاضرتنا. فمثل ما قلنا هنا وصلنا انه ال 33 35 ويا بقية عناصر الاري نقارنها، فراح نلقى انه ال 35 ويا ال 33 اصغر من عندها، بس 42 و44 هم اكبر، فاذا ال 33 هي اصغر من ال 35. فايش راح يصير عندي؟ حيصير عندي سواب بين ال 35 وبين ال 33. هسه لو نشوف هنا، صار التبديل، اجت ال 30 صارت مكان ال 33 صارت مكان ال 35، وال 35 صارت مكان ال 33. هسه بالخطوة اللي بعدها أيضا راح يمشي العداد مالتنا، راح يعتبر ال 35 هي الميني، بس يقارنها ويا اللي بعدها. اللي بعدها هم ال 42 وال 44، بما انه هم اثنيناتهم اكبر من منها من ال 33 او من ال 35، اثنيناتهم اكبر من ال 35، اذا اللي هنا ايش راح يصير عندي؟ راح ينتهي اللوب مالتي، راح يوقف. فهسه لو نلاحظ هنا الاري بهاي المرحلة الأخيرة شو حلقاها؟ راح نلقاها اري مرتبة بالكامل، يعني مثلا 10 هي أصغر عنصر بالاري، و14 و19 و27 و35 و35 و42 و44. إذا شنو صار عندي هنا الترتيب تصاعدي للاري. هسه نجي على الكود. هسه نجي على الكود مالت الخوارزمية. الكود مالت الخوارزمية بي عدادات اثنين، عدادات اثنين بالكود مالت الخوارزمية. هنا نشوف كود الأول 4J، ها طبعا كخوارزمية تأحكي هسه مو كبرنامج. الجي تبدي من الصفر إلى الان ناقص واحد، طبعا دائما لو تلاحظون ما أوصل للأخير، دائما أوصل للإن ناقص واحد. ليش؟ لأن أنا تأبدي من الصفر. هسه هنا السمولست اللي هو أصغر عنصر، آخذ الموقع مالته مو القيمة اللي بداخله، آخذ الموقع مال أصغر عنصر. هسه تشوفون هنا الجي شو يمثل لي؟ الجي يمثل لي الموقع مال أصغر عنصر. بعدين أجي وراها أسوي عداد ثاني، العداد الثاني شو يسوي؟ يمشي على المصفوفة من أول عنصر إلى آخر عنصر. هسه الآي منين تبدي؟ تبدي من الجي. ليش تبدي من الجي زائد واحد؟ لأن أني الجي شو اعتبرته؟ اللي هو أول موقع، مثل ما اتفقنا إحنا بالبداية، إيش قلنا؟ أول موقع أعتبره هو الأصغر. اللي هو شو يمثل لي أول موقع بالمصفوفة؟ حسب أني أول موقع يجوز هذا الموقع صفر. أو هسه أنا كبداية عندي موقع صفر هو أول موقع، فش أقول هنا الجي مالتي إيش قد هنا قيمته؟ هنا الجي مالتي قيمته خلينا نقول صفر. فلما أبدي بالمقارنة العداد، لما أبدي بالمقارنة مين حبدي؟ ما راح أبدي من الصفر، راح أبدي من العنصر اللي بعده. العنصر اللي بعده منين؟ يعني من الموقع واحد إلى نهاية الأري. فش أقول؟ واني بما انه انا دائما يتغير عندي هاي القيمه، فش اقول؟ فش اقول راح ابدي الاي مالتي من الموقع جي زائد واحد، يعني الموقع اللي بعده، اللي بعد اللي تأشر عليه الجي، الى النهايه تو الان، وهنا اقارن. اذا الاي للاي كانت اقل اصغر من الاي للسمولست، فش راح اسوي بيناتهم؟ راح اقول انه السمولست الجديده مالتي هو هي الاي، بالضبط مثل ما هنا. هسه نرجع للمثال بدايته، بالضبط مثل ما هنا لما اني عندي هذا بدايه المثال،
لما عندي قلت العشرة إلى 14 هذا هو أول موقع بالأري اللي هو شقد رقمه رقمه صفر. إجا الأي العداد الثاني حيبدي من الموقع اللي بعده اللي هو هذا. حيمشي يشوف ياهو العنصر الأقل لقى العشرة هي أقل من 14 فش قال؟ قال بما أن العشرة هي أقل من 14 فأقول الميني مالتي هسه الميني الجديدة هي العشرة وراح يحفظ الموقع مالتها. هسه إذا تشوفون هنا حفظ لي الموقع مالتها خزنه. بعدين قارن ويا البقية، إيش لقى من قارن ويا البقية؟ لقى إنه العشرة هي أصغر قيمة اللي هي أقل من 14. بما إنه هي أقل أصغر قيمة أقل من 14، بس إيش راح يسوي بيناتهم؟ راح يسوي بيناتهم سواب. من يسوي السواب؟ إيش راح تصير؟ حصل العشرة تروح مكان الأربعة عشر والأربعة عشر تصير مكان العشرة. بالضبط مثل ما هسه. هسه هنا تنشوف بالخطوة اللي بعدها العشرة صارت هنا والأربعة عشر صارت مكانها. هسه من حيبدي قلنا من جديد حيبدي منين؟ حيبدي من العنصر اللي بعده. ليش؟ لان احنا العداد حيزيد بواحد فحيبدي من العنصر اللي بعده. من حيبدي من العنصر اللي بعده همينه نفس الحاله، حيعتبر هذا هو اول عنصر هو الميني الجديد. هسه نرجع للخوارزميه، شوفوا هنا اذا تحقق هذا الشرط فايش راح يسوي؟ ثبت انه السمولست هو العنصر الجديد اللي لقيناه بالموقع الاي وسوى exchange. exchange شو معناه؟ يعني سوى عملية السواب أو الإبدال بيناتهم. بس هنا نجي للكود للبرنامج. الكود مالتي شي يقول؟ هذه هي الخوارزمية. أول شي أعرف الأري مالتي. هسه أنتم ما تشوفون أكيد ال أو هسه حاليا خلينا نبقى هناك ويا البي دي اف. هسه هنا شنو صار عندي هنا؟ أول شيء أعرف الأري، أقول انت أري، أعرف مصفوفة سميتها أري. هذه الأري طبعاً بها فت سايز معين. هسه هنا الأري إيش راح تساوي لي؟ راح تساوي ريد أري. ليش ساوتها هذه للريد الأري؟ لأن أني إيش أسوي هنا؟ تا أسوي بس خلينا نرجع للشير. أني هنا بال بس لحظة طلاب هذا بضيد أري بالمحاضرة السابقة مثل ما قلنا بضيد أري شو أسوي؟ أسوي ميثود. هاي الميثود أني من خلالها أعرف المصفوفة بالكامل وأدخل العناصر لهذه المصفوفة. لأن أني من هسوي مصفوفة حتكون عندي مصفوفة بالبداية فارغة فلازم أدخل لها عناصر. منين أدخل لها عناصر؟ عن طريق الكيبورد. فبالهاي الميثود أو الفاكشن اللي هي اسمها read array راح أدخل عناصر إلى المصفوفة. فلما أقول الأري مالتي تساوي read array معناها شنو؟ أني راح أدخل عناصر عن طريق هاي الميثود إلى هاي المصفوفة اللي اسمها array. بس هنا المتغيرات اللي هحتاجها، هحتاج المتغير الأول اللي هو المن،
اللي أخزن به العنصر الأول اللي أنا أعتبره إنه هو الأقل. وبعد شو أحتاج؟ أحتاج التيم. التيم شنو الفائدة من التيم؟ الفائدة من التيم إنه أنا دائماً شنو عندي؟ عندي متغير مثل ما أقدر أسوي سواب بين مصفوفتين بين موقعين إذا ما يكون عندي هذا المتغير اللي أخزن به قيمة لواحد من العناصر حتى ما تضيع عندي لما أسوي إبدال بيناتهم، حتى أحافظ على القيمة موجودة مخزونة عندي. وراها شو أسوي لما كملت هاي التعاريف؟ اللي حيصير عندي هو إنه أنا راح أبدي اللوبات مالتي. اللوب الأول اللي هو for الآي حيدي لي من الصفر، والآي أقل من الأري دوت اللينكث ناقص واحد. تشوفون أنا هنا الأري دوت اللينكث ناقص واحد، يعني مو ما أوصل للعنصر الأخير، دائما أوصل للعنصر قبل الأخير. ليش أوصل للعنصر قبل الأخير؟ لأن أنا دائما أوقف على العنصر من أوصل نهاية المصفوفة، فإذا وصلت للعنصر الأخير أو أخذته هو الميني ويا من راح أقارنه، فما عندي عنصر بعده راح أقدر أقارن وياه، فدائما أوقف على العنصر اللي قبل الأخير حتى أقارنه ويا الأخير. طبعا هذا شو تقلل لي؟ لو تشوفوها هسه أنتوا تتأخذون بالنظري، تتأخذون البيج أو وتتأخذون الكومبلكسيتي لكل خوارزمية، ها شو أقلل منها؟ أقلل الكومبلكسيتي مالت الخوارزمية مالتي، أقلل الوقت مالتها حتى لا يصير عندي لوب إضافية وما بها أي فائدة. فحتى أقلل الوقت أخذ أوقف إلى الـ N ناقص واحد حتى ما تسوي لي فرة جديدة وهي بدون فائدة. زين هسه أنا هنا الميني مالتي شو أعتبره؟ بما قلنا إحنا أول عنصر بالأري حأعتبره هو الميني، فصار عندي هنا صار الميني مالتي صار هو أول عنصر. فايش قلت أني؟ قلت الميني يساوي لي الآي. هسه الآي ايش قد هنا قيمتها بالبداية؟ الآي قيمتها زيرو. فاعتبرت العنصر اللي بالموقع زيرو هو الميني. ايش اجي بعدين؟ الآي مالتي شو راح تمشي؟ راح تمشي من الزيرو إلى نهاية المصفوفة، بس مو نهاية المصفوفة، إلى قبل نهاية المصفوفة بواحد. بس تشوفون أني هنا الآي أقل من الأري دوت اللينكث ناقص واحد، والآي بلس بلس أزيد في كل مرة الآي بواحد حتى أزيد خطوة خطوة. زين هسه اجي اللي بعدها، اللي بعدها انا لازم ويا من اقارن؟ اقارن من العنصر اللي بعد العنصر اللي واقف، العداد اللي واقف عليه. هسه الاي مالتي زيرو، فلازم انا منين ابدي الفور الثانيه؟ ابديها من الرقم اللي بعد الاي، فمعناها شنو؟ فش اقول؟ اقول الاي الجي هنا فور الانتج جي تساوي لي الاي زائد واحد، يعني الاي اذا كانت صفر فاذا ايش قد حصير الجي مين حتبدي؟ حيبدي من الصفر زائد واحد، يعني من الموقع رقم واحد. راح يبدي من هنا وين ينتهي؟ إلى نهاية المصفوفة، هذا يوصل إلى نهاية المصفوفة، لأن حتى يقارن ويا هذا العنصر. ونفس الوقت الجي في كل مرة يزيدها بواحد. هسه هنا شو نشوف؟ راح يشوف إذا الأري للجي هذا الموقع الجديد اللي وقف عليه الجي هو أثناء ما هو تيبحث، إذا شافه هو أقل من العنصر الأول اللي أنا معتبرته ميني، هذا الأري للميني، إذا لقاه أقل من عنده، فإذا الميني الجديد مالتي شو حيكون؟ راح أخزن الموقع مالتي العنصر اللي أنا شفته أثناء البحث، شفته هو أقل من الميني مالتي الأصلي اللي أنا كنت مثبته بالبداية. فشي ثبت؟ فحيقول الميني الجديد راح يساوي لي الجي، معناها خزنت الموقع الجديد للعنصر اللي هو الأقل، خليته بالجي.
زين، هو ما خلص العملية كلها، هذا حيروح على كل المصفوفة، مو رأسا يبدل بس أول ما يلقى يبدل، لا يروح على كل المصفوفة. ولا ما يخلص من كل المصفوفة، هو ثبت الموقع مات العنصر اللي هو أقل كلهم. بس بعدين وراها إذا أوكي لقى عنصر أقل، شي يسوي؟ يسوي عملية السواب. عملية السواب إنه بالتيم، هذا المتغير التيم شو راح يدخل بي؟ راح يدخل بي الأري للآي، الموقع القيمة اللي بالموقع I حيحطها بالتيم، وهسه حيبدل بين الموقع I ويا الموقع J، حيبدل أو ويا المن، حيبدل بيناتهم القيم، يعني المن حتروح بالموقع I والI القيمة اللي موجودة بالموقع I هي حصير بالموقع المن. وبعدين شو يسوي بالموقع المن؟ شو يساوي لي؟ يساوي التيم، راح أحط هاي التيم بهذا الموقع، حسوي عملية السواب. زين، في حالة إنه إذا ملقى عنصر أقل، مثل أنا ثبتت هذا العنصر، قلت العنصر هذا الأول إنه هو هذا أقل واحد، وسويت بحث على كل المصفوفة الباقية وما لقيت عنصر أقل من هذا العنصر الأول اللي أنا وقفت عليه، يسوي عملية السواب لو ما يسويها؟ فأنتوا يعني جاوبوا أوكي بالشات. اوكي اوكي ما راح يسويها. ليش ما يسويها؟ لما لقى عنصر اقل. زين، هسه بعدين هسه لو نشوف هنا تكمية البرنامج، هنا شو حيصير عندي؟ كورسر دوت رايت لين حيطبع لي هنا هسه الأري بعد ما ترتبت، طبعا هو حيمشي إلى أن يكمل كل الأري، بعد ما ترتبت راح يطبع لي إياها بيا ميثود، عندي ميثود اسمها البرنت أري، وأدخل بها المصفوفة مالتي اللي هي الأري، فراح يرتبها. شلون حيرتبها؟ حيرتبها من الأصغر للأكبر. وهسه هنا لو نشوف هاي الميثود مات البرنت اري، شنو المدخلات؟ انه هي ميثود من نوع الاري، هسه تشوفون هنا انت وحاطين هذا هنا القوسين وكاتبين يمها اسم الميثود برنت اري، فمعناها معناها هذا الميثود اللي حيرجع منها هو حيرجع التايب مالته من نوع اري مصفوفه. فهسه هنا ايش تيقول انت الاري لينكس، يطلب ايش قد طول الاري راح ندخله، بعدين شو حيسوي؟ حيعرف هنا الاري مالتي، طبعا هذا شو اسمه الميثود اللي يريد الاري، حدخلت اللينكس مالتي اللي انا اريده، وبعدين هنا سوى التعريف للاري انت قوسين الاري الاي ار ار يساوي لي نيو انت الان، بعدين هنا فور هذه الفور من الاي تساوي صفر الى الاقل الى الاي اقل من الان، هاي شو اسوي بها؟ هاي حتى اسوي فور حتى ادخل بها العناصر الى هذه الاري، هاي هنا شلون ادخل العناصر؟ انه الاري للاي شو يساوي لي؟ انت دوت بارس دوت كونسول دوت ريدلين. ليش هنا سويت بارس؟ مثل ما قلنا احنا في كل محاضره نقول احط هنا دوت باس، لان يعني القيم اللي حتدخل لي من الكيبورد هي سترينج، فحتى احولها الى انتجر، لان الاري مالتي انا معرفتها من تايب الانتجر، فحتى احولها الى انتجر فش اقول؟ اقول انت دوت باس، هذا حيحول لي الى انتجر، او مو الا انت دوت باس، مرات اقول انت كونفيرت تو انت 32 او انت 16 حسب اي واحد اقدر استخدمه. وهذه هنا تكمله اللي هي البرنت الاري. البرنت الاري كاي طباعه مصفوفه عاديه، انه اني اقرا هاي المصفوفه من العنصر الاول الى العنصر الاخير واطبع هذا العنصر، مثل هنا اسوي فور من الاي تساوي 0 الى الاي اقل من الاري دوت اللينك، وفي كل مره يزيد الاي بواحد، كونسول دوت رايت لين
الاري للاي. هذا شو يسوي لي؟ حتى يطبع لي العنصر اللي بيأشر عليه الاي، بحيث تنطبع الاري مالتي بالكامل. هسه هنا راح ننتقل، هسه هنا راح ننتقل للبرنامج. طبعا نفسه هو هذا البرنامج هسه اللي احنا كاتبيه، بس خلي شوي نكبر الشاشة مالتنا. هذا نفسه اللي احنا هسه كتبناه بالملف البي دي اف، نفسه كتبناه هنا بالشاشة بالبرنامج مالتنا بالفيجوال استوديو. اوكي، هسه شو حنسوي؟ حنسوي تنفيذ الى هذا البرنامج. هذا هنا كله كتبناه بالكامل، هسه حنسوي تنفيذ. التنفيذ مالتنا هسه هنا طبعا كلكم تشوفون الشاشه السوداء طالعه يمكم مالت التنفيذ. اوكي اوكي هسه خلينا نختار عدد عناصر لهذا الاري. قالوا لي شو قد عدد عناصر للاري نخليه؟ يعني كتبوا لي اي ايش قد عدد العناصر الاري مالتنا متكونه من ايش قد العدد. فلنفرض 9 عدد العناصر. زين هسه نطي انتر. ايش تطلب مني هسه بالانتر؟ تطلب مني انه اني ادخل الداتا اي القيم لهذه الاري. حدخل قيم عشوائيه مثلا 5 45 47 12 67 12. طبعا هسه لو نشوف احنا الشاشة مالتنا ما ظلت ثابتة، اختفت. ليش؟ لان بالكود، بالكود مالتنا لازم ايش نكتب بالاخير؟ ايش نكتب هنا؟ نكتب كلمة كونسول دوت console.readlin. راح ناخذها من هنا. console.readlin فازة مضبوطة. ليش نكتب console.readlin؟ حتى شاشة التنفيذ عندي تثبت. هسه أسوي لكم شير لشاشة التنفيذ مرة ثانية. قلنا حنختار 9 عناصر
انت يقولي ادخلي البيانات، راح ندخل البيانات 76 55 9 34 2 8 12 37 66. طبعا ايضا ما قعدت تثبت الشاشة، تطلع. بس احنا المهم هسه نرجع نسوي شو سكرين للبي دي اف مالتنا. هذا هو البي دي اف مالتنا. بس احنا بالبي دي اف نشوف انه نفس الحالة، طلب من عندي ادخال البيانات لهذه المصفوفة، فدخلنا هنا البيانات مالتها، ووراها ايش رجع لي؟ رجع لي اري مرتبة من العنصر الاصغر الى العنصر الاكبر، وهذه الاري. هذه الطريقة طبعا اسمها طريقة السلكشن، سلكشن سورت. وهذه هنا كمثال توضيحي على طريقة السلكشن. بس طلاب اكو احد عنده شيء مفتهمه بالطريقة او عنده سؤال؟ يعني عادي حتى اذا ما تقدرون تكتبون افتحوا ال، اذا كتبوا لي انه انا افتح لكم المايك حتى تحكون وياي. اوكي، هاي بالنسبة للنبأ واضح، والبقية واضح دكتورة شكرا. اوكي، يعني ماكو اشكال ان شاء الله. زين، تقدرون هسه احد يقدر مثلا هو موجود عنده البرنامج ويقدر هسه ينفذه ونشوف التنفيذ مالته؟ يلا اوكي طلاب، اذا ما عندكم سؤال، اذا ما حد عنده سؤال، اوكي يعني كل شيء عندكم واضح.